تهضر على كيفاش ان المراه اننا نقوم لان محمد اليوسف المراه خاصها بعدا اولا هي تكون راسها وتكون عندها كفاءات. فاكيد المراه الا كانت عندها كفاءات وقدرات الحريه ديالها ورجعت متحرره من المعتقدات من التقاليد من بزاف تاع الحوايج، اكيد هذيك المراه هي ام فهي زوجه، فغادي تاثر في لونتوغاج ديالها، غادي تاثر اكيد، وغادي تربي داك الوليدات على اساس المساواه على كل شيء. وهذاك الذكر غادي حتى هو غادي يفهم بان المراه راه غادي تكون متحرره، فغادي نديروا داك المشكل بان المراه هي تحرر دابا، غادي تزيد تساهم في التحرر المراه عاوتاني في المستقبل، وهنا نقدروا نوصلوا لذاك المساواه اللي حنا تنبحثوا عليها. هنا فقط بغيت غير نشير على اننا علاش نقول بان هذا العصر هو عصر تقويه المراه، وهو اللي زعما كاين تنعقدوا امل كثير عليه، لان ربما ناخذوا غير مثال نتاع عزاف نتاع النساء، مثلا مالالا اللي كانت ناضت دابا تدافع على ان المراه خاصها تتعلم. كاين واحد النموذج شفتو مؤخرا ديال النساء فواحد الجزيره، كانوا عايشين بواحد الطريقه والو ما كاين والو، الرجال ناعسين وهما جالسين، ناضت العيالات هما اللي ناضوا وداروا دي بروجي وناضوا، ورجعت ديك الجزيره احسن جزيره وتكونت وتدير فقط بمبادرات نسائيه. فوجود بحال هاد الامثله كثيره في العالم، مبادرات نسائيه تينوضوا وتيشوفوا بانهم خاصهم حتى هما ياخذوا الامور يعني براسهم ويحرروا نفسهم، وتلقاو نتائج باهره. المراه عندها اختلاف كثير عن الرجل حاليا، تبتوا بان في لي زونتربريز الكبار والشركات الكبيره ملي تيدخلوا المراه وتعطيوها المكان ديالها وتعطيوها الحريه انها تفكر، فتخلقوا افكار جديده، لان المراه بعقلها مختلفه عن تفكير الرجل. فبالتالي يعني اكيد هذا العصر ديالنا بيت ما يمكن اننا نتقدموا الا بالطرفين، ما يمكنش نقولوا بان المجتمع يتقدم بالنسب، لا، لان المراه نصف المجتمع، فباش تحرر وتقدم المجتمع اكيد هناك المراه وهناك الرجل، الا تقدمت المراه فهي تتساعد انها تقدم حتى الرجل، لان بحال ما قال الشاعر المراه الام مدرسته اذا اعددتها اعددت شعبا طيب الاعراق. فيعني انا من خلال تنتمنى ان نكون كنموذج نتاع مجموعه ديال البنات ومجموعه النساء على انهم ياخذوا الامور ويحققوا ذاتهم، واكيد ملي تتحقق المراه ذاتها فهي تتحقق حتى تكون اما رائعه وتكون زوجه رائعه ويكون الحب ويكون كل شيء، لان اصلا تحب نفسها، فبالتالي فهي تشع حبا للناس اللي حواليها وتتعيش وتنتشر السعاده وان شاء الله تقدم المجتمع. شكرا بشرى.